هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم. مر هذا الأسبوع اليوم العالمي لحرية الصحافة، والصحفيين اليمنيين بين قتيل وسجين ومختطف ومحكوم إعدام ومشرد من ميليشيا المخلوع والحوثي وانقلابهم. سنتين وهم يختطفوا صحفيين ومتحفظين عليهم تقول الله وذئاب الدولار. ومر قبله هذا الأسبوع كمان عيد العمال العالمي، احتفل العالم كله بطرق مختلفة، منهم من كرم العمال ومنهم من أعطاهم حقوق إضافية ومنهم من سمح لهم حتى بالتظاهر والمطالبة بحقوقهم. طبعاً في صنعاء اللي احتفلوا هم اللي بيشتغلوا ويحصلوا، يعني مثل المتوكل والشامي والمهدي وزيد، هؤلاء هم اللي صاروا مش بس طبقة مخملية، إلا كوشوا على كل الطبقات. هم الحكام وهم القادة المجاهدين وهم المسؤولين وهم المشرفين وهم العمال أخيراً. يا عمال العالم اصمتوا بلا رواتب. العمال يعني طبقة البروليتارية يا صلاح الدكاك اللي قلت ان الحوثي جاء منها باعتباره عامل عمال سودة ما حد قد سبقوا فيها. فاكر يا بولا وصحيفة بطابعات مسروقة، اعوذ بالله من شهود الزور بتنبلة وبحق القات. المهم الحوثي والمخلوع كافئوا رفاقهم العمال مكافأة عال العال فوق حرمانهم من الرواتب للشهر الثامن. رفعوا لهم الدب الغاز إلى 4200 ريال والدب البترول إلى 5000 وبدون حراك طواير، يعني جرعة تحافظ على البيئة تماما، جرعة صحية تواجه العطوان. سلم لي على الجرعة الظالمة. لماذا تتجهون إلى أن تقدموا هديتكم السيئة جدا لشعبنا العزيز في هذا الشهر الكريم بجرعة جديدة، برفع للأسعار، بالتضييق على الناس في معيشتهم؟ لماذا؟ لماذا يا كفرة يا ظلمة؟ هدية سيئة جدا. أقول لك يا سلطان العرادة، قفل الحنفية حق الغاز، لا لك ولا لي ولا للبطاط، ما دام بيبتزوا المواطنين كذا. قال الدبة بربع 1200 ريال، قفل يا عم سلطان. وكانت 500 قرش ونكعوا دولة وبلاد وشعب، واليوم كيف يعدوش أخوة الحنين؟ وده شؤون داخلية. فيبقى أولئك يصرخون على طول وعلى طول وعلى طول بتلك القضايا في محاولة منهم لإلهاء هذا الشعب عما هو أكبر وأخطر أهم بكثير بكثير كثير كثير. والله صحيح ما عاد فيش أكبر وأخطر وألعى من الانقلاب وكل ذنب بعده ولا شيء. خلص التنكيت يا جماعة، كملت السخرية. إيش نزيد نقول يا زمان الجرافيا حكم آل البيت؟ سنتين وحولتهم اليمن خرابة، حكم الجراف عهد الفناء والحراف 8 أشهر، حتى إبليس وعياله مطننين على صبر هذا الشعب. لا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة بيطبقوا السنة والناس بلا رواتب، وسنتين ونص من يوم ما أسقطوا الجرعة الظالمة وحولوها إلى 20,000 جرعة في كل شيء، كل شيء، حتى الماء. الدب الغاز بربا 1200 ريال والبترول ب 5000. هدية عيد العمال والعمال صاروا بلا أعمال، واللي معاهم أعمال بلا رواتب. الأسعار تضاعفت 10 أضعاف، مش لأنه حرب، لأنه في جمارك فوق الجمارك في كل شارع، وكله من ظهر اليمني البسيط. وفوق البشا مرزم مرزم يجي لك المخلوع قال إيش يهني العمال بمنشور على الفيسبوك. كثر خيرك، كان بس بتخلي صالح شعبان يهنئهم يا زعيم الانقلاب، هنئهم برواتب 8 أشهر، اعتبرهم لجان شعبية ولا حرس خاص متطوع للانقلاب وتطلع العطوان. خلص الضحك، مخزون السخرية كمل، ومخزون قلة حياء المخلوع والحوثي لا ينفد أبدا،
لا تصفقوش لا تصفقوش مسامحين، بس لحد باقي بين الناس حمار مصدق من ذول خير، عاونونا وفهموه وصلفوا أبوه وطيبوا نفسي بالله. نشوف إيش قالوا. قال الزماط المركوز رئيس، شاف قراراته ما تتنفذ على الأرض، رجع يدور تتنفذ من السماء. قفز لمنبر الجامع الكبير يخطب جمعة ويدعو للاستسقاء، وهي أمطرت. يا سبحان الله يا نصاب، شفت برنامج الطقس إنها بتمطر الجمعة وقمت سوي لي حركات مغذيات فوق المنبر. يا سعم مؤمن ومستجاب الدعوة، ركز يا مواطن واخشاع، ودع من كرشون لي كل يوم تكبر، وانت قلد على عظم، محمود الله على الاستشقاء مش الاستسقاء. وقالوا كمان بعدما نزل الزماط المؤمن من المنبر قام يستسقي مصلحة الجمارك. تجمرك 7000 سيارة مسروقة من مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين للجان الحوثية الشعبية. الله الله، قلت لكم أمطرت سيارات، 7000 سيارة يا رصوص، كلها سيارات الجيش والأمن والمصالح الحكومية، وباسم من تشتوا تسجلوها أكيد كلها باسم عبد الحوثي. أوبا، كان بايقع معود اللص. قلت لي القرعة الظالمة يا حوثي، ها لطشتوا البلد والقرعات والبترول والسيارات كمان. يلا يا شعبنا العزيز، المشي رياضة حكم الجراف. قالوا كمان تاجر السلاح الدولي والوزير في حكومة حزياز فارس مناع يصدر قرار توظيف لجاهل عمره 19 سنة من مواليد 95 مديرا عاما لمكتبه. بس من طلع الليد؟ طلع حفيد علي الشاطر. أوبا، علي الشاطر الجيل الثالث المطور. إيش اللي لما الشامي على المغربي؟ وبعدين إيش قصتكم أنتم والورعان تعملوهم مدراء عموم يا حكومة حزيز؟ الزماط يعين ورع مستشار بالرئاسة، وفارس مناع يعين ورع مدير مكتبه، ووزير ثاني جنوبي بحكومة حزيز اسمه بن ضبيع جنوبي يعين ابنه مواليد 97. ها ولا كيف؟ إلا الورعان المدراء شماليين بس ما يقعد. هاتوا رواتب الأوليين مدراء وموظفين، كم من شنب ما ملوش عيونكم. حكم الجراف. ومما قالوا أن الزماط أعفى وزير خارجية حكومة حزيز هشام شرف من تكليفه بوزارة التخطيط. وهشام شرف طبعا مؤتمري، ليش أعفاه؟ لأنه دهف مشرف حوتي. لي يا مؤتمرين، هي هي قد بتدهفوا كويس قليل قليل وتقعوا وتقووا قلوبكم، عدلوا وتفلتوا المخلوع اللي بركم للحوثي يركب ويدندل رجوله فوق ظهوركم، احتمال كبير ترجعوا بني آدم. تهانينا على الدهفة يا مؤتمر الصعب العام. قالوا كمان رئيس الحكومة الشرعية بن دغري يوجه بصرف رواتب موظفي تعز، راعي لي باقي لك، وقبلها يوجه بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، ولليوم برضو راعي لي باقي لك. أيه وكيف يا شرعية؟ نقل بنك وطباعة بياس وشخططة وتوقيهات وسدوها بعودي. مو يا بنابين، من ضاق على حاله يطابن. قالوا التحالف ألقى منشورات على الحديدة، ما في الصفات، الحوثي حسها حامية. قام سحب مشرف المحافظة الحوثي أبو خرفشة اللي هو ابن عمته، وقام مشرف ثاني زنبين من طعطا، عينوا مشرف على الحديدة عشان لقد فطس وده زنبيل، أما ابن عمته قده بغرام من بياس الميناء والسوق السوداء للنفط. رجعوا حقا يزومين للقبائل، يدهف بهم للمزرعة السعيدة، كله في سبيل العماير القرآنية والتشطيبات والشركات.
برنامج الغداء العالمي يسعف اليمنيين بمعونة قمح فاسدة. اديله اليمنيين اللي ما ماتش برصاص وقذائف وصواريخ والغام وجوع وفتها الامم المتحدة يموت تسمم وسرطانات. 32,000 طن قمح فاسد وبقية المساعدات من المنظمات الثانية للأسواق ويمكنوها شحت باسم اليمن وهي طلبة الله. أقول لكم رجعوا لنا الأول اللي كان يعرب عن قلقه، ما هذا ولا نقص. المسيرة عملت مع فقمة الانقلاب وأرجوز المرحلة بن حبتور نعم لقاء عرضتهم مرة واحدة وما كرروه. نحن لقطنا منه نتفة ظريفة جدا. شوف يا مؤمن، كل تهمة وكل دعوة الحلف الانقلاب اتهموا بها خصومهم اتضحت انها فيهم 1000% وباعترافتهم هم. القصة هنا ان لهم سنتين يمكنوا الشرعية انتم تحكموا في الفنادق، فنادق الرياض واسطنبول والدوحة. انتم حكومة فنادق، انتم شرعية فنادق، وتدور الايام ويطلع الفخمة يفقش لهم البيضة. لدينا وزراء يأتون بالتاكسي، لدينا وزراء يسكنون في لوكندات، لدينا وزراء في لوكندات. نعم كيف في لوكندات، ويأتي بالتاكسي، يأتي على موتورسيكل. لوكندات اخص سلام الله على الفنادق يا حكومة اللوكندات ووزراء اللوكندات. لوكندة حزيز للمقيل والسمرة لصاحبها بن حبتور. لا وإيش قال بيقوي دامو بالموتورات، يعني بحسن زيد يوصلهم ويردهم كذا يعملوا انقلابات ولا بلاش. رفستوا النعمة كان هادي وزع لكم سيارات مصفحة، قلتوا إلا تصدقوا المخلوع زغفكم للحوثي وسكنكم بلوكندات وركبكم موتور وفوقها ملاطم يا فقمة. ولسه فاصل ونرجع نشوف الحاصل، اصمتوا معنا. يا حيا ومرحب، جننتني واليوم تقول لي عقل، بردقتني واليوم تقول لي طفل. هذا حال المؤتمرين مع زعيم الغفلة ومخلوع المخاليع فارق جالس يلعب بهم لعب ساعة. نحن والحوثيين متحالفين، لا شي واحد، لا أنصار الله أنا، وساعة لا كوادرنا مقربة، وساعة بعد المليح بعده وما قال الشخوة قولوا معك يا بن بتر الدين، وساعة عليهم أن يصلحوا سلوكهم. ما تشتي علمك نبيل الصوفي ولا علمتوا انت اسلوب لا تشلوني ولا تطرحوني ده؟ وبعدين كل شوية هدرة وساعة منشور بقبقة طول الوقت، منشور يوم السبت ونكعت بخطاب يوم الثلاثاء. ايش قصدك باتر بشنا؟ ما بعرف شقيلك. لا يا روح ننعين الصوفي وحزن زيط المفرح، نو هاير ما بتربشنا. صاحي لك بامزمزك كلمة. رجعونا لهدرته مع الورعان والخريجين الأسبوع الأول. مو جماعة الجهاد دولا إيش تشتي منهم ولا إيش هم يشتوا منك؟ وشكرا تسبيتكم لهذه الدفعة باسم الزعيم وأنتم الزعماء. خلاص يا رجال عليتوا، هي مقبول مرجو، انتم الزعماء. واليمن اليوم 5 سنوات وهي ضقنا، الزعيم دخل الزعيم خرج، الزعيم عمل الزعيم ابترع الزعيم لقى السامبا. خلاص الراجل داري ما عاد منهاش قود الزماط زعيم، وبرميل الثورة زعيم، قام ينعث زي عمل الشارع. كل عود ينفح بشمه. اوف الله يطلعك، مو من شم، مو من شم، شم كفر محروق. خف علينا يا عم كازانوفا، شميت زغنا كوال، قال كل عود ينفح بشمه. شوف اللي جنبك كيف هام ملثمة، قد كظمتها لا بارك لك. كل إناء بما فيه ينضح. لا 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 لا، ساعة ينفح وساعة ينضح، قلب الزغيل لا يتحمل. شعر اليوم قالبها عبد حكيمة،
معاذك علي عفاش وذاك علي ولد زايد اليوم تقطع فرحي كم وامثال عقايز جالس في البدروم تدهر ركوبك وتتذكر الامثال لما يقولك القهال والغاغا تجيب لهم من ذي الحزاوي سابر لا الفاظ ولا ابداع ولا لغه ولا شيء كما خلقكم الله بلدا ها عيب عيب ولد عيب احنا قلنا حزاوي ذهان ركاب وكذا لا تشطحش علم لنا الزوار اللي دافعين فلوس مقولات تراثيه مش سبوب عيب لانه باتتشغدف شوف قال لا لغه ولا ابداع ولا بزرميط ولا الفاظ اللي يسمعك يقول مؤلف تاج العروس ياي يا مخلوع المخاليع حكم 33 سنة ولليوم وعادك تسميها الزعطة والاقتصاد كرقعي كما خلقكم الله بلدا وأنتم كنتوا عندي بلدا وستظلوا بلدا هكذا البلدا والعملاء ما لي بس بقول لهم يا أبو عفاش فؤاد البليد الحقيقي هو اللي فاكر نفسه الوحيد الشاطر هؤلاء اللي تقول عليهم انهم بلداء دخلوك القصبة وانت تضحك وتقول بمزاجي ورقعوك تندي حزاوي للجهال بالحارات والزغط ومن قاعة عراس للثانية كان معك حصانة قرحتها نص الدولة تعفرتها كل السفارات وصلفقتها الفلوس الحرام يا سارق اللي لهفتها على ذا الشعب قمدوها لك سفر وممنوع السفر عيالك ملاحقين كنت حليف السعودية والخليج وخسرتهم قبيلة تزنط بها وأهنتها وشرخت كرامتها واليوم كم من متبردق يهين كرامتك انت واللي معك واللي خلفوك وتقول لي بلدا كي ورينا قفاك ايش مكتوب يا طحطوح يخلصوكم على جزء حقكم وتبقوا تستقعون في الشوارع الشيخ زغطان الشيخ فلتان الشيخ فعلان وانت وين هو جهازك يا صعيد عفشان الدم يلي قدك شيخ حميري كبير كبير موجود على نقوش بالمسند ووجدت في ضفعة أثرية أي بس أصعل أصيل سيك بدك قد خلصوك الحوثيين من كل أجهزة الدولة وفوقها لطم ودعس وقلة شرف يا مكسور الناموس ها اسمع وبالفم المليان هو إنسان ليس بمسؤول ولا يتعاطى بمسؤولية خسيس رجس بكل ما تعنيه الكلمة منافق بكل ما تعنيه الكلمة مخادع بكل ما تعنيه الكلمة كيف تشوف يا لد رفع لك الجهاز كمان وعر تقول بم جالس تهنجم لك جنب الجهال والنسوان بس شوفوا كيف البنات اللي من الشامخات ما أحسن أحسن من أحسن 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 من وجيهكم هؤلاء البنات تحية لكل اليمنيات يا مكسور الناموس اليمنيات اللي قلبت لهم المتبردقين وعصابات الكهوف وكلاب السكك اليمنيات اللي قبت لهم الكلاب لا بيوتهم إلى مدارسهم يهنوهم يعتدوا عليهم يلطموهم يفتشوهم في صنعاء ويقنصوهم في تعز من قبل في عدن شفت ما أحسن هين يا علي عبد الله صالح بتستغرب صح؟ لأول مرة تكون اسمك الاعتيادي يا مخلوع المخالي عشان التاريخ يسجل من فرط بكل شيء في اليمن أرض ودولة وعرض وبيننا يا ذرها وقت السراب وش ولا نخص السلام عليكم